السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا خامس درسنا هو الدرس الثالث، هي عنوانه ضرب عدد من 3 منازل في عدد من منزلتين. هو تكمل الحصة الماضية. الحصة الماضية أخذنا الطريقة الأولى اللي كانت إيش؟ باستعمال نموذج المساحة. اليوم عندنا الطريقة الثانية، خوارزميات الضرب. طبعا مرت معنا خوارزميات الضرب وحكينا الخوارزميات في العمليات الحسابية 4، جمع وطرح وضرب وقسمة. احنا نتحدث اليوم عن الضرب، ورح ناخذ خوارزمية الضرب. هاي الطريقة الأكثر انتشارا وأكثر استخداما عند الطلاب، يعني يوم احنا نتعلم هاي الطريقة في الصفوف القادمة إن شاء الله تعالى رح تستخدموا أكثر إشي خوارزمية الضرب أكثر من نموذج المساحة. هلا بدنا نتعرف على الخطوات يا خامس مع بعض. أول شيء بدي آخذ يا خامس أضرب عددين في عددين، مثلاً 45 ضرب 72، ماشي؟ المرة الماضية تعلمنا فيها نموذج المساحة، اليوم باستخدام الخوارزمية هي عددين في عددين، هون تحت في عددين، أما في الأعلى ممكن أعملهم 3 أعداد أحد عشرات مئات أو 4 أعداد أحد عشرات مئات أحد الألوف. هلا أول مثال بدنا ناخذ عددين في عددين، نبدأ الخطوات يا خامس خطوة خطوة، أول إشي بنروح على مين؟ على أحد اللي هو العدد 2، وبنضرب 2 في الأحد، وبنضرب 2 كمان وين؟ في العشرات. انسى السبعة كأنها مش موجودة، تمام؟ كأنها السبعة مش موجودة، بس 2، خلينا ناخذ 2 نضربه في الآحاد والعشرات. 2 ضرب 5 10، هاي 0، وإعادة تجميع 1 في الأعلى، هاي حطيناها في الأعلى. هلا 2 ضرب 4 8، 8 زائد 1 9. شو بتعمل هلا يا خامس؟ أنت أكملت الضرب الآحاد، تمام؟ باجي على طول شو بعمل؟ بشطب في اليد عشان ما اعيد مره ثانيه استخدمه، وبشطب العدد اللي انا ضربته اللي هو 2. هذا الشطب هذا معناته بيساعدك لا تغلط ولا تخربط ولا تستخدم الارقام الموجوده. اذا انا ضربت 2 الاحاد، 2 في 5 10 0 ب1 باليد اعاده تجميع، 2 في 4 8 1 9، انتهينا من الاحاد، رحنا شطبنا 2 وشطبنا في اليد، ان احنا اكملناهم. ممكن تستخدم لون ثاني او ممكن تستخدم قلم حبر ثاني وتشطبهم. هلا الخطوه المهمه الثانيه، بما اني انا ضربت الاحاد رح تنزل هون قيمه الاحاد 0، صفر المنزله اسمه. دائما اذا ما حطيت هذا الصفر المنزله اللي هو بدل 2 اللي ضربناها، كل حلنا يا خامس خطا. اذا هاي اهم خطوه، منزله الاحاد هون 0، صفر المنزلة، علشان أبدأ أضرب في رقم 7 اللي هي تمثل العشرات. هلأ بنروح على 7 وبنضربها مرة ثانية، 7 في 5، وبعدين 7 في مين؟ في 4. لاحظ يوم أنا شطبت 2 والواحد اللي في اليد، أنت هيك عرفت إنه هدول ما بنستخدمهم. طيب 7 ضرب 5 35، هاي 5 و3 إعادة تجميع في اليد. عرفت هلا ليش احنا شطبنا الواحد قبل شوي؟ عشان نعرف انه هاي خطوه جديده ما استخدمناها. هلا 7 ضرب 4 28، 28 زائد 3 اللي في اليد 31، 31. هلا هون شو بدها تصير عندنا؟ عمليه جمع. طبعا ممكن هون تسالني يا مس هون في منازل فاضيه، ممكن تحطها 0 وممكن تخليها، ما بياثر. في عملية الجمع نجمع هلا الأجوبة اللي طلعت عندي، 0 زائد 0 يساوي 0، تمام؟ 9 زائد 5 14، 1 باليد، 1 زائد 0 1، 1 زائد 1 2، 0 زائد 3 3. إذا ناتج ضرب 45 في 72 الجواب 3240. هلا يا خامس مثال ثاني، المثال الثاني بيختلف عن الأول، إني بدي أحط العدد الرقم اللي في الأول يتكون من 3 منازل، مثلا 587 ضرب 4
وثلاثون. لاحظ العدد الأول هون أنا زدت منزلة، العدد الثاني ضل ثنتين، لأنه إحنا في عنا درسنا الضرب في عدد من منزلتين، بس منزلتين في العدد السفلي. يلا نبدأ خطوة خطوة. أول إشي ببدأ في مين؟ في الآحاد الأربعة. هاي الأربعة حطيت عليها دائرة، إني أنا بدي أشتغل بس في الأربعة. الثلاثة بهملها، بنساها كأنها مش موجودة. يلا، أربعة ضرب سبعة، العدد الآحاد الأول. أربعة ضرب سبعة 28، هاي ثمانية يا خامس، واثنين إعادة تدوير في اللي في اليد، بحط عليها دائرة أو مربع عشان أعرف إنها هذه جمع. الخطوة الثانية، أربعة ضرب ثمانية. أربعة ضرب ثمانية 32، 32 واثنين 34، أربعة وثلاثون، هاي ثلاثة كمان إعادة تجميع في اليد. أكملناها. كمان الأربعة ضرب مين هلأ؟ خمسة. أربعة ضرب خمسة 20، 20 زائد ثلاثة 23. إذا ضربنا الأربعة في الآحاد في العشرات في المئات، كان الناتج ناتجها 2348. خلصناها، شو بنعمل؟ بنجيب لون ثاني إذا عندنا، بنشطب على الأربعة اللي إحنا ضربناها، نشطب على في اليد التنين، نشطب على الثلاثة. هذا معناته إني خلصت الخطوة الأولى اللي هو الآحاد الأربعة. هلأ بنروح نضرب مين؟ العشرات الثلاثة. قبل ما نضرب العشرات الثلاثة شو بنعمل يا خامس؟ بننزل صفر المنزلة، لا ننساها صفر المنزلة، صفر المنزلة. هلأ ثلاثة نضربها في مين؟ في سبعة، هاي لون ثاني استخدمت الأزرق. ثلاثة ضرب سبعة 21، واحد وباليد اثنين. هلأ ثلاثة ضرب ثمانية، ثلاثة في ثمانية 24، 24 زائد اثنين 26، هاي ستة واثنين في اليد مرة ثانية. هلأ ثلاثة ضرب خمسة، ثلاثة في خمسة 15، واثنين 17، 17. المنزل الفاضي ممكن أحط عليها إيش؟ صفر. ولا تنسى هون إشارة إيش؟ جمع. هون الضرب عملنا، النواتج اللي طلعت معانا نجمعها. يلا نجمع، 8 زائد 0 8، 4 زائد 1 5، 3 زائد 6 9، 2 زائد 7 9، 0 زائد 1 1. الناتج يا خامس 19958. ناتج ايش؟ ناتج ضرب 587 في 34. هلا يا خمس بدنا ناخذ كمان مثال ثاني. بدنا نضرب ثلاث منازل، عدد مكون من ثلاث منازل في عدد كمان مكون من منزلتين. خامس هاي الطريقه كثير مهمه، لازم تتقنها من هذا الصف. ناخذ المثال، مثلا عندنا 804 ضرب 89. يلا عشان نشوف مين الشاطرين في جداول الضرب يا خامس. اللي مش حافظ جداول الضرب ما راح يعرف يمشي في هاي المسائل، راح يضل يعد على اصابعه. هلا نبدا الاول رقم شو هو؟ 9، بحط عليه دائره يسهل علي الحل. التسعه بدي اضربها بالآحاد في الاربعه. 9 ضرب 4 يا خامس 36، هاي 6 وهي 3 إعادة تجميع. هلأ 9 ضرب 0، طبعاً 9 في 0 0، أنا حكينا من الحصة الماضية، هاي قاعدة عامة، أي عدد نضربه في 0 بيعطينا 0، شو ما كان العدد، لا ننسى هاي القاعدة. 9 ضرب 0 0، 0 زائد 3 3، 3. 9 ضرب 8 72، 2 وسبعون. كملنا الضرب مين؟ التسعة. شو بنعمل هلأ؟ بنجيب لون ثاني، نشطب التسعة الآحاد، نشطب اللي في اليد هاد إن إحنا استخدمناه وأكملنا منه. هلأ بنروح على العدد الثاني اللي يمثل العشرات. إيش هو العدد؟ 8. بدنا نضرب 8، قبل ما نضربها بنحط على طول صفر المنزلة تحت الآحاد تماما. بعدين 8 ضرب 4 32، هاي 2 و3 باليد.
خلي خطنا واضح والارقام بعيدة عن بعض عشان انت تميز وانت تجمع وتضرب وما تخربط. هلا 8 في 0 حكينا 0، 0 زائد 3 3، 8 ضرب 8 64. بدك تحط على المنزل الفاضي الصفر بصير، ما بدك تحط عادي، بينزل الرقم نفسه او مع العدد اللي بنجمع له. شو حكينا الخطوه هون او العمليه؟ هون العمليه الثانيه دائما عمليه جمع. يلا نجمعهم، نجمع احاد عشرات مئات. 6 زائد 0 6، 3 زائد 2 5، 2 زائد 3 كمان 5، 7 زائد 4 11، هي واحد باليد حطيناه، 6 زائد 0 6 زائد 1 7. إذا الناتج ضرب 804 ضرب 89 كان الناتج 71,556. طبعا في الكتاب عندنا مسائل كتابية، مسائل لفظية ممكن نحلها، مسائل يعني بأشكال كثيرة، ممكن في عندنا العدد المفقود، كل هذا بنحله باستخدام خوارزمية الضرب. رح نعمل يا خامس حصة كاملة تكون مباشرة من المدرسة على المسائل الكتابية، وهي وحدة على المسائل الكتابية وعلى العدد المفقود إن شاء الله تعالى. وإلى اللقاء في الحصة القادمة.